أكد الرئيس السيسي أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر. وشدد الرئيس السيسي على أن تغيير الواقع لا يتحقق بالكلمات والشعارات، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وبتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب. إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الظلام إلى النور، ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر، ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب. ثم العمل الدؤوب. ثم العمل الدؤوب. بعزيمة وإرادة صلبة. بعزيمة وإرادة صلبة. من أجل تحويل الرؤية والأمل إلى واقع جديد يسود ويطغى على عثرات الماضي. ولعلكم تتفقون معي إن تلك هي ذات المعاني والقيم التي نعيشها اليوم في معركة البناء والتنمية التي نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير واقعنا بشكل حقيقي ومستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة بإذن الله، الجمهورية التي نتطلع إليها والتي تلبي طموحات طال انتظارها جيلاً بعد جيل في مستقبل أفضل لهذا الوطن يكون بقدر عراقة وحضارته وعظمة تاريخه